سلام الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. كيما قاعدين تشوفوا اكيد عرفتوا شنو باش نعمل اليوم. باش نعمل معاكم السترونات والا نسموها الليموناده. شوفوا معايا الطريقه كيفاش، والمكونات نستحقوها بالطبيعه هي ديما القارس. انا عندي القارس هذايا كنجلته، يعني عنده مده هو مكنجل، خرجته تو بريسك عنده ساعه، مازال يابس. ماذا بينك يبدا مكنجل نقصوه ومازال شاد روحه، يعني يابس شويه وباش ما يعذبناش. باش نزيدها في النكهه يعني بتاع القارص، باش نزيد كعبه ليم، هذه فريشكه، اما الاربعه هذوك مكنجلين. السكر بالطبيعه انا يظهر لي استانستو كل مره نودكم بحاجه هكا موجوده لهنا في اوروبا، لكن تشبه النكهه نتاعها نكهه تونس. المره هذه باش نودكم بنعناع، خاصه الناس اللي تحب السترونات بنكهه النعناع، والا تشرب النعناع وتحب النكهه التونسيه. انا لقيت النعناع هذايا ياسر ياسر طياره، وبريس كيف النعناع التونسي، هو ديجا ماروكانشا منسا. نوريكم الباكو نتاعو اذا كان تحبوا تعملوا سكرين شوت وتشروه، والا تحتفظوا به. ها هاوكا الفانيليا بالنعناع. والمره هذه زاده باش نوريكم زاده حاجه، هذايا زاده باش انا باش نتنكهها، هذايا سيرو نتاع رمان، وفي هذاك الهيمبير هذاك التوت. سترونات هي سهله برشا، فيزا تحضر، جوست تشد اليدين شويه في التصفيه نتاعها اكهو. شوفوا معايا الطريقه وان شاء الله تعجبكم. باش نبدا اول حاجه بالنعناع، نحضر النعناع ونحطه يبرد على جنب. باش نعمل زوز ساشيه باش يجي كونسونتري. يبرد كومبليت حتى باش نستعمله للسيترونات، وبعد اللي باش يفضل اوكي اذا كان باش نشربوه يعني في الوقت نستعملوه مثلا هكا سايل. اما انا اللي باش يفضل لي باش نخليه الغدوه بقدره ربي لنهار العيد، باش نصبه في هذايا نتاع الكونجيلاتور، باش نعملو يعني اكل ايس فيرفل، باش نعملو يعني ثلج مكعبات. انا حطيته بكله هذايا راه مغسول، انا عندي طريقه زاد الغسلين القارس تو كان واتت مرة تو نصورها لكم. المرة هذه يعني قدرين عملته عنده برشا وهو في الكونجيلاتور ما صورتش كيفاش نغسلو. اما نغسلو بالملح كعب، يعني نحكو بالملح ونشلو ونمسحو ونكنجلو. الكونجيلاتور هو يخلي الكعبة تطرى بالقدا وما تكسرش لنا الميكسور، ما تبداش كاسحة يعني على اللام متاع الميكسور. باش نروحو بقشور وبالطبيعة اول حاجة والأساسية هي لازمنا نحو القلوب الكل متاع القارس، خاطر هذاك هو اللي يمرر. نحاولوا باش نقصوه صغير باش تبان لنا القلوب الكل هايكا، هذاك الكل يلزمو يتنحى. انا هذه مثلجة يعني باردة، اما كي يبدا بارد راهو ما يعذبناش في القصانك، خاصة كي يبدا في الكونجيلاتور. اما كي يبدا فريش يعني مش مشكل، اما جربوا حكايه الكونجيلاتور راه ياسر طياره. هذاك علاش انا اليوم جبت هكا واحد باش يتذكر الصغر نتاعو، جبت الصحافي هذوما، هذوما لوح نتاع زيتون، هذوما كادو من عند بابا يرحمه، حبيت نتذكره اليوم ونجبدهم، خاصه في السيترونات وجو السيترونات. هو هكا يحبوا الحوصه نتاع السيترون هذيك، ونبدا نقدو في الليموناده. يا حسرة الله يرحمه وينعمه. باش نقص توا كعبة الليم بنفس الطريقة. بعد ما قصيته هكا نزيدو قدر هكا كاس ماء، ما نكثرش الماء ولا حتى اقل. انا باش نحط له نص كاس هكا ولا كاس غير ربع هكا، ما حطيتوش الكل.
ناخد صحفه والا حاجه هكا واسعه شويه خاطر باش نصفيه. بسم الله. او نصبه في الصفايه. ريتو كيفاش اللي مات هذيك ما ترحتش بالقداه. صبوا شويه ماء، ما نكثروش الماء من الاول خاطر نحبوه شويه يبدا كونسونتري ساعه. ناخذوا صفايه هكا جويده بالهذية بالركاده سواء كبيره ولا صغيره، احسن طريقه خير من المغرفه مبدئيا يعني. نعصروهم هكا، خرجوا منهم الماكسيموم. هذو ما باش نرجعهم يطرحوا مره اخرى. شوفوا كيفاش هكا يبدا عاش ظاهر بالقدا. شو كيفاه يبدا هكا كونسونتري وخاثر وريحته بلاش سكر. هذو ما باش نرجع نزيد نرحاه مره اخرى ونكمل نصفيهم. هذه توا شنو تحصلت، راهي خاثره بالقدا كمام. توا باش نحط لها شويه سكر، السكر بالطبيعه على حسب الرغبه. باش نحط هكا انا عيني ميزاني، بعد ما صفيتها سيترونات حصلت على الكمية هذه. هذه راهي تتسمى مركزة، يعني هذا باش نحلوه في الماء. هذه بريسك إيترا، يعني إيترا سيترونات مركز. توا باش نوريكم أنا كيفاش باش نصبها. بسم الله. صبوا الكمية اللي حشتنا بها، انا هدايا باش نعمل فيه فانيليا، قدر مغرفة هكا ماهيش معبية فانيليا، ونذوبها فيه. نزيدوه الماء بالطبيعة، ما نجبش نشربوه هكاكا. بالنسبه للماء يعني كل واحد ونقوم تاعو نصبو ونذوقو. انا باش نزيدو شويه، هذايا اول كاس حذر، هذيك نكهة الفانيليا. هذايا باش نعملو بالنعناع. النعناع انا بردتو حطيتو في الفريجيدير وبرد بالكدا. نصب اول حاجة النعناع متاعي، الريحة مش نورمال فاوحة. وتوا نصب عليه السيترونات. وإذا كان ناقص ماء بالطبيعة نزيدوه الماء. نغسلوا المغرفة وإلا نجيبوا مغرفة أخرى، ما نخلطوش بالمغرفة متاع الفانيليا. باش نزيدوا شوية ماء وكالعادة نذوقوا ونشوفوا. نزيدها شوية ماء هذي، نكثر لها شويه ماء على خاطر السيرو حلو. مو هكا نحطو مغرفه، نحاولوا هكا باش نهبطوه على جنب، وهو تو يهبط بطبيعته اللوطه. نزيد شوية، بالنسبة للسيترو هذايا ما نحركوش هكا سبا.
تي باش نحطوه يعني الثلج ذي سراي نكهته بنينة على الاخر سرتوه مع الايس تي. نزيدوه للتاي المثلج هذاك التاي البارد. سيترونات سيترونات برد يا عطشان، سيترونات سيترونات برد يا عطشان. شباس. وهكا حضرت احلى سيترونات بنكهات مختلفة. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة سيرتو متاع النعناع. اللي اول مرة يشوف السيترونات التونسية الليمونادة يخلي لي تعليق تحت الفيديو ويقول لي شنية رايو. واذا كان زاد عندكم اراء مختلفة والا عندكم ملاحظات والا اضافات خلوا لي تعليقاتكم. وكهو بسلامة، عيدكم مبروك.